النهارده زي ما وعدتكم، مبسوطه جدا بتفاعلكم معايا. في مشكله بقى معظمنا حسيت ان هو بيعاني منها او بيشتكي منها، ايه هي بقى؟ هي ان اللي بيوجع الشجره مش الفاس، اللي بيوجع الشجره ان الفاس من خشبها. يعني ايه مي الكلام ده؟ يعني الناس اللي انت بتقف جنبها وتساعدها من قلبك ويكون قلبك عليهم وعلى مصلحتهم زي مصلحتك انت بالظبط، في الاخر لما بيوصلوا بينكروك وبينسبوا النجاح ده لنفسهم. لا، وكمان ممكن كمان يعملوا نفسهم مش شايفينك خالص بقى من اساسه. دي ناس يا جماعه اللي بيتقال عليهم ناكرين الجميل او الغدارين، ودول اسوأ انواع البني ادمين اللي ممكن تقابلهم في حياتك. الانواع من الاشخاص دي بيغيروا وشوشهم زي ما بيغيروا لبسهم بالظبط. الاشخاص اللي بتكون مواقفهم على حسب مصلحتهم، دول هتلاقيهم بيقربوا قوي 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 وقت ما يكونوا محتاجين لك، ويبعدوا وقت ما انت تحتاج لهم. زي ما بيقولوا كده، عند المصالح كله بيتصالح، او بمعنى اصح يعني لما بتخلص مصالحهم ما بيبقاش ليك وجود في حياتهم. اقول لكم مثال ايه بيعاملوك بالظبط كده. المثال ده صح، كأنك علبة دواء صداع. وقت ما بيكون عندهم صداع بيجولك، وقت ما بيخف الصداع بيرموك في الدرج. ممكن تتركن بالشهر، بالشهرين، بالسنة، عادي جدا على حسب هو عايزك تاني امتى. زي ما انا متعودة معاك، وانا بحب اسمع رأيكم جدا جدا جدا، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي او من خلال رأيكم في الشارع. قبل ما نكمل كلامنا وقبل ما اقول لكم الشخص المصلحي ده نعمل معاه ايه ونتصرف ازاي، تعالوا نشوف من وجهة نظر الناس في الشارع مين هو الشخص المصلحي وازاي اعرفه وازاي